عن الحياة يا عيالي فهموا معانيها ما حد قليبه خالي شايل بلاويها اليوم فرح باكر حزن مثل رسوم ملونه اليوم فرح باكر حزن مثل رسوم ملونه احلى الايام احلى الايام احلى الايام احلى الايام احلى الايام احلى الايام لا 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 هذه الحياه جنه يا ناس كل عايش عايش على فن لا 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 هذه الحياه جنه يا ناس كل عايش عايش على فن ودي ابي ينير بس يا ينير يا وانجل عنا ودي ابي ينير بس يا ينير يا وانجل عنا ونعيش معكم عمر أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى 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 الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى 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 الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى 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 الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى 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 الأيام أحلى الأيام قالوها قالوها الأولين ما خلوا شي للتاليين قالوها يبا الحب يطلع على بدره يبا مبارك يا الله عفوك أظن الكنديشن مال الدارك مختربة مو كذا اشترك يبا أبوك من قبلك اختربت الكنديشن مال الدارة وجنام بالصالة ده بالصج لا الكنديشن اخترب ولا شيء انا تهاوشت مع نوره زين هذه اول هوشه لكم من تزوجتوا ايه مبروك يا ولدي مبروك مبروك شحاله ما طول ان هذه اول هوشه يعني بديتوا هواش يعني يا ولدي خلص هذا اللي يسمونه شهر الكسل يعني بديتوا الحياه الزوجيه الصحيحه لا عليه اليوم تنام بالصالة باكر يمكن تنام بالمطبخ وعقبه تنام وانت واقف ارقد 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 يا ولدي ارقد ارقد والصباح رباح ويحلها ألف حلال انت تدافع عن احمد لانه صديقك ومعقولة عاد يا نورة ادافع عن صديقي ضد اختي ايش حق تدافع عنه ادافع عنه لان انا اعرفه اكثر منك ولا تنسى ان انا زوجته والزوجة تفهم الريال اكثر من اي انسان بس انت يا نورة توج عشت معاه سنتين وانا اعرف احمد من 20 سنة من يوم ما كنا يهال نلعب يميع في السكيك بس احمد الانسان الطيب
انقلب إلى شيطان رجيم. والله شيء وينقلب إلى شيطان رجيم بين يوم وليلة. بعدين إيش سوى أحمد؟ كل اللي سواه الفقير سهر له كم الليلة برا البيت. هو احترف لي بلسانه أنه في سر ورا سهراته. ها؟ سر؟ سر شنو؟ شفت شلون أنه شيطان رجيم وخبيث بعد؟ أبد يا نورة، لا سر ولا حاجة. كل ريال يسهر برا البيت يقوم يجهز عذر حق مرته، وبعدين أحمد على وجهه تلقينا ما لقى لها العذر القريب. زين ما تقول لي عيل وين كان يروح؟ لا أغلب الليالي كان معي. زين وانتوا الاثنين وين كنتوا تروحون؟ لا يا نور عاد هذه سر. سالم بتقول لي ولا شلون؟ بس سكتي سكتي. شوفي كاميات بعدين ديري بالك هذه حزة تتوثق، وإذا درت أمي بالسالفة بيزيد ضغطها 100 درجة فوق بيصك الامبير. سكتي سكتي. شو عندكم؟ شو تسولفون عنه؟ لا 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 يما احنا ما كنا نسولف، احنا كنا ساكتين. لا يما احنا كنا نسولف. نورة ها وراك سكتها. قولي يا نورة شفيك شفيك؟ احمد طاقك مهاوشك قايلك كلمة بهي زينة. قولي يا بنيتي قولي. على طول يما تتهمين الريال من غير ما تعرفين شنو السالفة. انت اسكت امي تفهم احمد احسن منك. انا بقول لك ما صار. اتصل فيه بالتليفون الحين وقول له قول له ان نورة بتقعد عندنا كم يوم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زين سمع كلام نورة الاول يمه. ماني سامعة كلام احد وبس. اتصل فيه الحين بالتليفون وقول له ان نورة بتقعد عندنا كم شهر. يا توج قايلة كم من يوم؟ ايش خلاهم كم شهر؟ كم شهر كم يوم على كيفنا احنا، تقعد مثل ما نبي احنا. اتصل فيك او التليفون يمك يلا وقول له. يا هلا سالم. زين ممكن اكلم نورة؟ احمد بيكلمك. ما عليه يا احمد، نورة نايمة. شكرا يا سالم، مع السلامة. نعم يبا. يا ابوك ورا هالايام شيفتك ما تسر الخاطر. يحقني يا يبا مبارك، نور من راضي ترجع. والسب الهوشة؟ ايه تو سالم قال لي انها بتقعد عندهم. رايها ولا راي امها؟ اكيد راي امها. هالام حطت لي العداوه وكرهتني كره العمل. والله ما ادري ايش سويت فيها علشان تكرهني هالشكل. ايه يا ابوك غصب عليها تكرهك، غصب عليها. المراه قبل العرس ما لها الا ربها فوق وامها تحت، ولا جاها الرجل اخذها الرجل الغريب تعزه وتحبه وتعيش معاه وتنسى امها. عاد قلب الأم يحن شوي ويابوك معذورة الأم، هذه سنة الحياة. بس مو كل الأمهات كذي يعني. باكر لين بدري تزوجت أمي بتكره رجلها. إيه الله يحيينا لين تتزوج أختك بدرية ونشوف أمك شو تسوي حق رجل بنتها. والله ما في أطيب من أمي ولا أحسن من معاملتها لكل الناس. يا الله عفوك رضاك. وهم سالم يبي يقول ما في أطيب من أمي ومعاملتها للناس. تصور تصور يا يبا تبي تقعد عندي كم شهر؟ يا أبوك هذا حاكي نسوان، اخذ وخل، اسمعه من هالذن وطلعه من هالذن. يعني يا يبا الحين أروح أجيبها؟ لا 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 يا أبوك، انت خلك بعيد عن هالسوالف، لا يكون تروح وتحتدم ويا عمتك ام زوجتك. خل امك تروح وهذول حريم يتفاهمون فيما بينهم. انا اروح بيت مسالم؟ والله لا تنطبق السماء على الارض ما رحت. يا يما انت مو راح لها زياره، انت بتروحين علشان تبين نوره. وليش انت ما تروح؟ مرتك ابوي مبارك قال لي لا لا تروح،
علشان ما تفرس فيك. صاج يدك مبارك، عين العقل، ريال كبير وفاهم الدنيا عدل. وبعد قال لي انك انت لازم تروحين بدالي. زين ليش ابوك ما يروح؟ يدي قال لي لا، الحريم يتفاهمون مع بعض، وابوي مو بحرمه. مو ابوك هو السبب في كل اللي صار؟ ما هو اللي عودك على السهر ليه نص الليل بالسكيك؟ يما اذا رحتي بتنوره معاك شرط اني ما اسهر برا عموديه. اذا بتشرط على نفسك كذي انا ما عندي مانع، ما علي اروح. يمكن ان شاء الله الله يهدى ابوك ويتعلم على انه يطالع التلفزيون يقعد في البيت. فيه الشفا ان شاء الله. الله يسلمك، يا هلا ويا مرحبا. الله يحييك يا ام سالم. نورة وينها؟ نورة اخذها سالم يوصلها عند بيت رفيجتها. اي بس يا ام سالم، يعني مو كان الواجب ان نورة ترد بيت ريلها؟ والله يا ام احمد، اللي سواه ولدك احمد في نورة ما يرضى في لا الله ولا خلقه. الله يهداك. بس يعني سوى احمد كأبو احمد طول الليل سهر برا ما يرد الا نصايف الليل، ما مره تهاوشنا ولا زعلنا. اذا كان هذا يرضيك انا بنتي نوره هذا ما يرضيها. وبعدين ابو سالم الله يرحمه ويقمد روحه لينه عمره ما طلع ولا سهر برا البيت مو ليه. ايش هالكلام يا ام سالم الله يهديك؟ ابو سالم امته قعد بالديره كل سنه، هذا هو من بلد لبلد. مين يقول هالحكي؟ أفع عليك يا أم أحمد، أنا بروحي قاضبة جوازة ولا شافة مولية. بسم الله على عمرك، أبو سالم عنده جوازين. سمعي يا أم أحمد. نعم. ليش ما طرشتي لي أحمد علشان أتفاهم معاه وحاكي؟ والله يا أم سالم ولدي عنده عزة نفس، بنتك هي اللي هدت البيت، تبي ترد أهله وسهله. يا ام احمد بنتي مهي ملزومه، وبعدين بنتي مهي خادمه عندكم علشان تتحكمون فيها. شوفي عاد احنا ما تحكمنا بحد، بنتك بترد العين لها وسع من البيت، ما تبي ترد ولا ما حد غاصبها. الضغط الدواء، اعطوني الضغط، دواء الضغط. يمه امل لا طال الامل، اثر مرض بيا، اثر مرض بيا حلو حلو حلو. الحس تقولون بعير قاعد يغني. نعم ايه اضحكي اضحكي، لكن تبين الصج؟ ما قصرت امك، ما قصرت، راحت متكحلها وعمتها. احمد المسيكين مطرشها يبيها تصلح ما بينهم، لكن هي راحت وعفست الامور. امي زين سوت، ام سالم تستاهل، تبي لازم واحد يكسر راسها. وش ذنب احمد هالمسيكين هذا؟ فقير يحب امرته ويعزها ويبيها ترد له. اي باكر ترجع. ها وانت شو مونسك انت؟ ايش فيك فرحانه مستانسه؟ انا مستانسه؟ ايه؟ انا فرحانه يا بمبارك. الا فرحانه من عيونك الثنتين، هذا انت مستانسه، شوفي وجهك. انا ادري ليش مستانسه، كل هالهوشه وكل هالربربه هذه بتنعكس على راس هالمسيكين سالم، وهذا اللي مونسك مو هذا اللي مونسك. يعني؟ افا افا يا بدور افا، وانا اللي اقول بدور هالمسيكين اثريك عقرب الامر يا بنيتي. لا يا ابوك لا، انت تحبين مصلحه نفسك ما تحبين مصلحه اخوك احمد. يعني يا يبا مبارك انا بيدي، انا اللي كنت السبب. والله تبين الصج انت مو هو بالسبب، بس يا ابوك انا ابيك تساعدين اخوك احمد، يعني انت ونوره مثل الخوات الله يعلم، لكن تعزون بعضكم بعض وتحبون بعضكم بعض الله يعلم، والله ان ما بينكم الا المعزة. انا اقول يا ابوك لو انت تحاكينها شوي وتاخذين ما في خاطرها. ان شاء الله يبا مبارك بكلمها. بدرية اشتفي. وين نورة؟
امها مريضه راح تقعد عندها كم يوم. مالك عليك يا الغبيه، يضحكون عليك. من اللي يضحك علي؟ اللي قالوا لك كذي. تعرفين شنو الصج؟ نوره زعلت مع احمد وراحت بيت اهلها. نسور عيب، انت لازم ما تقول هالكلام، توك صغير على هالسوالف، مالك خص. سمعت؟ شلون مالي خص؟ يعني احمد ابو اخوي، انا لو كنت مكانه سيدي اطلقه. تحمل تقول هالكلام مره ثانيه، ترى اقص لسانك. سمعت؟ انا لما اكبر بتزوج ثلاث، علشان لو زعلت واحده يبقون عندي ثنتين. اطلع برا، خذ كرتك واطلع العب برا، توك صغير على هالسوالف، من الحين تفكر بالزواج. هذه تفكير الجيل الجديد، وعلي عليكم يا بنات الخليج، رحتوا ملح. ظهري واحمد. ها واحمد سالم قعدتني كلاس ماي. اوف ان شاء الله. اي تفضل. اوف عسى ماشر. وي 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 تعبت يا ابو احمد، تعبت من شغل البيت، تعبت. اظن ما في واحده في الدوحه مثلك مرتاحه. من طردت الخدم وانت كل شيء عندك صار بالكهرباء، فرن بالكهرباء، مخمة بالكهرباء، غسالة تغسل وتنشف بالكهرباء، ولا تبينها بعد تيف الثياب عنك. ايش ناقصك صبي بالكهرباء؟ لا مو بالكهرباء. عيال بتاري. مريم مريم اللي سلمك طيعيني، انا والله ما عندي مانع عايب لك صبي، بس بتيبين حق نفسك ويا عراس والمشاكل. إيه بس الصبي نافع، يكوي يغسل هدوم يروح الدكان يجيب لنا حاجة. هذيلا ما وراهم إلا ويا الراس والتعب، كل الربع اللي عندهم صبيان يشتكون منهم. وليش مسالم ما اشتكت؟ إيه قولي كذي، غيرانة منها. واسم الله على عمرك. أنا غار منها؟ هي اللي تغار مني، كل ما أشتري لي ثوب ركض السوق تلف السوق كله عشان تلقى مثله. هذا أنت كل واحدة تنغار من الثانية، وهذه سبب الهواش بينكم. لا مو هذا سبب الهواش، سبب الهواش انها تبي احمد ييها. انا ما ارضى ان ولدي نزل راسه. افا ما عاش اللي يذل ولدي. اي صج هو وينه الحين؟ احمد نام هيبة. اشوف اللي رديت على التلفزيون. شو اسوي يا يبا؟ ما في شيء غير يسليني. شو رايك تطلع معاي؟ وين نروح؟ نزور عمك سعيد، من زمان ما رحنا له. الله شو اقول لك يا يبا، في الحقيقه انا ابي اقعد شوي بروحي. هذه العجبه، يعني كل ما بصير بينك وبين زوجتك هوشة بسيطة بتقعد متضايق كذي؟ يبا أنا مو من الشباب اللعاب اللي طول يومهم برا البيت، ولا من الشباب اللي كل ساعة طاقين الجواز ومسافرين من بلد لبلد يسوون اللي يبون. لا أنا حياتي كلها ما كان فيها إلا نورة والتلفزيون. يعني أنا السبب في اللي صار لك؟ أنا ما قلت كذي. يمكن انا قلت لك اسهر برا ليله ولا ليلتين، لكن ما قلت لك عود الساعه 2 نصايف الليل. لا يا ابوك، انت لازم تتاخر شوي شوي على ساعه. تاخر شوي شوي شلون يعني؟ يعني اول شهر أتي البيت الساعة 9، وثاني شهر
اتي البيت الساعة 10 وثالث شهر اتي البيت الساعة 11 شذي يعني؟ الحين انا معذور يا يوبا، ما كنت اعرف مواعيد وتعليمات السهر للازواج خارج بيوتهم. توك ما عرفت اشياء وايد عن الزواج. ما تنلام يا ابوك، ما تنلام. توك في السنتين باكر لي صرت كبري بتعرف ان الزواج هذه معركة. زواج معركة؟ اي نعم معركة. والجيشين اللي يتحاربون هم الزوج والزوجة. عاد واللي يضعف قدام الثاني هو المغلوب. علشان كذي ابيك تصمد قدام نورة. اصمد قدام نورة؟ اي نعم. خليك شجاع، خليك قوي، خليك بطل. وتحمل تنغلب من اول معركة. مساك الله بالخير يا ابو مبارك. مساك الله بالخير والكرامة يا ولدي. ها كنت عند احمد؟ اي نعم يبا. اي وشلونه يبا؟ والله يبا ما بعاجبني. شباب هالايام شباب ورق يا ابو مبارك. يلا وعطيته الدرس من اول ولا لا؟ ايش درسه؟ يكون تعلمه ودرسه بامور الزواج. اي طبعا يا ابو مبارك طبعا. عيل تبغين يا هد ولدي غرق؟ والله انت يا ابوك لو تهده وتخليه بروحه ما يغرق، لكن دروسك هي اللي بتخسبقه وتغرقه. افا يا ابو مبارك شلون؟ وانا اكبر منه وافهم منه في الدنيا. يا ولدي انت زمانك غير زمان عيالك. انا يا ابوك قد تدخلت بينك وبين امرتك؟ ابدا يا ابو مبارك. خلاص انت ملزوم يا ولدي انك تخلي ولدك ومرته يحلون مشاكلهم بروحهم بدون دروسك وبدون تعليماتك وبدون قرقتك هل تعور الراس. دام انت شايف كذي يا ابو مبارك خلاص انت اكبر مني وافهم مني. يا ابوك انا افهم اكثر منك لاني يا ابوك انا افطن منك. سمعت؟ ايه سمعت يبا سمعت. زين يبا مع السلامة. هالولد هذا ما ادري من طالع عليه، لا انا ولا امه الله يرحمها سوينا هالسوات. ولا كلمته بالتليفون. معقولة عاد؟ اي نعم معقولة، لاني انا واحمد متزعلين. وانت ايش حبه صارت لك كذي؟ اخوي يجيك جاني ده يلا قوم كلمني عدل. نعم ايش تبين؟ انا اقول يعني انت صدق ما شفت احمد؟ اي نعم صدق. كذاب، اكبر كذاب انت. وفرض اني شفته. انت ايش تبين به؟ لا بس أنا يا سالم أنا أقول يعني إن أحمد ما سأل عني. بلا سأل. إيش قال؟ قال خل أمها تنفعها. كذاب، كله تكذب أنت وبس. أحمد كله ذوق ما يقول كذي. لا معنى كلامك أنا ما عندي أدب وما استحي على وجهي. لا يا سالم أنا ما أقول كذي، بس انت ما ادري شلون انت كله تحب تغيظني وبس. انا احب اغيظك الله يهداك يا نوره. مو انا قايل لك ومصيك من قبل خلي امي برا الموضوع. وانا ايش دراني انها بتسوي اللي سوته.
وبعدين ام احمد ما قصرت، زادت الطين بله. بنتكم تبي ترد العين قبل البيت، ما تبي الا على هواها، وما حد يغصب احد. والله يا نوره احمد مو مسؤول عن الكلام اللي قالته امه. اخ يا نوره اخ، اصلا انت ما تعرفين شلون كانت حالته لما كلمته بالتليفون وقلت له ان نوره بتقعد عندنا. شلون كانت حالته؟ سالم قولي، سلمك يا اخوي قولي. اوف منكم يا النسوان، بس هذا اللي همكم؟ تبون تعرفون ان الرجال يتعب علشانكم؟ يعني انا مو تعبانه يا سالم. للحين ما شفتي شيء، تو الناس ام احمد مصممه ان مو المي يراضيك. وامي بعد مصممه لازم يا احمد هني ويراضيني. وطبعا لا ام احمد بتنازل عن رايها ولا امي راس سبيلين، وانت بتضيعين في الطوشه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. هذه موسيقى. هذا احنا مسجل على حده، كأنك اصمخ وتقول مؤذية. ما اعرف اذاكر الا اذا كان الصوت عالي وايد ويبطذني. بنشوف عاد عقب هالتعب البلاوي اذا في فايدة. اطمئن يبا اطمئن، ان شاء الله بانجح وبتشوفني اذا ما قالوا اسمي، وان شاء الله بتشوفني كله ناجح. بس 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 لا تشط نفسك، قول ان شاء الله وبس. ان شاء الله. زين ما دام الذاكر ما في داعي اعطلك عن دراستك. كنت ابي شيء يبا. ايه بغيتك تروح المطار تجيب الصبي لان سواق مريض. ما عندي مانع يبا، على الاقل استريح شوي اريح اعصابي من القريه وبعدين ارجع اذاكر. زين
هذه اوراقه وفيستا وكل شيء. وتروح الطياره عقب نص ساعه بتي. بس يبا بغيت السويتش علشان الحق اوصل بسرعه. هذاك هذا السويتش. هاك وشوي شوي على نفسك وعلى السياره وعلى الصبي. ان شاء الله يبا ان شاء الله. انا خلاص الحين ما اسوق بسرعه، ما منها فائده يبا السواقه السريعه كلش. اي عسى الله عسى الله يهديك يا ولدي يا غانم وتعقل وتنجح وتطلع من الاوائل يا رب يا رب. ما علي وين بتروح؟ بيتي براويك ان شاء الله. Yes.